السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية ديال هذا الفيديو بغيت نبارطاجي معكم تجربتي الفاشلة. نعم فاشلة، إنها فاشلة. درت هذيك الزريعة اللي جابت لي الأخت نادية ديال اللوتوس، ومع الأسف مع الأسف انتم ما شفتوا واش وقع لي، ما عليناش. المهم المراحل شفتهم في الانترنت، يعني مع الأسف مع الأسف ما كاينش واحد اللي شارح امتى خصنا نديروها او لا. يعني شفت غير فيديوهات اسيويه، اغلبيه هما اللي دايرينها وصافي. درتها تقريبا شي 5 ايام ولا 6 ايام بدات كدير هاد الرويسات هادو. بالنسبه لما كنت كنغيرو ماشي يوميا، يعني كندوز نهار وكنبدلو نهار، وطبعا داك ليدام اللي كتشويه اللي كتلقو. المهم بقيت كندوم على هادشي حتى بدات كدير جدور هكا، وعجبني الحال صراحه. ودابا جا الوقت اللي غادي نديرها في التراب. شفت الطريقه انهم تياخذوا التراب وتيفزقوه مزيان 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 ويعمروه بالماء، يعني حتى كي يرطب، لان كتعرفوا حنا عندنا التربه طينيه. درتها حتى رطبت مزيان، حتى شربت الماء وبقى داك الماء في الفوق ديالها. عاد درت البذور. بالنسبه للبذور الحمد لله انني ما درتش كلشي الحمد لله اللي ما ضيعتهمش كاملين، لان كنظن والله اعلم الوقت اللي درتهم فيها ماشي هو هذاك، لان درت في الوقيته ديال كان البرد، يعني تقريبا قبل شهرين والكلام دابا باش درت ديك الزريعه، وكنظن هذا هو السبب. ما يمكن ما كتشوفوا التربه، راه بديت كنخليها حتى كيخرجوا منه هذوك الفقاعات. انا وريتكم واخا داك الشيء الطريقه باش اللي بغى يديرها، ومازال غادي نعاودها ان شاء الله، ونتمنى انها تصدق ليا لان محتاجينها في البركه المائيه راكم عارفين. وكنتمنى كما كتصيفطوا ليا في انستغرام بعض الفيديوهات والافكار اللي كتشوفوهم، نتمنى انكم تفيدوني بالخصوص في هاد البذور ديال اللوتوس. راه ما لقيتش، عييت ما نقلب في ديك الفتره فاش بغيت يعني نزرعهم اولا نبتهم اولا شنو نقول لها، والله ما عرفت. المهم ما لقيتش، لقيت اغلبيه فيديوهات صامته، ما شارحين لا فوقاش خصها تدار في الوقت ديالها، وما ورينش اصلا واش الماء كيتبدل ولا ما كيتبدلش. انا بديت كنبدلو غير مني لراسي وصافي. المهم كما كتشوفوا راه كانوا كيطلعوا وداروا جديرات بحال هكا وداك الشيء، وصراحه فرحت قلت الحمد لله القضيه غادي تمشي مزيانه. ولكن كنظن داك لو الشوك اللي درت لهم هو اللي خلاهم يموتوا، لان درتهم في البركه وكان ساقيع، يعني كان باقي البرد. يعني هذا الفيديو اللي كتشوفوا راه درته تقريبا قبل شهر او لا بحال هكاك، لان تقريبا هي نبتات في شهر، وملي درتها في البركه المائيه قلت زعما باش ما تضيعش. ولكن هذا هو يمكن الخطا اللي درت، كيخصني نديرهم يعني في شي بو كبير وفيه الماء، ونخليهم في بلاصه دافيه حتى يعني حتى يفوت هذاك الوقيته ديال الصقيع. ولكن هادشي راه ما درتوش، وكنظن راه ماتوا، لان انا غنوريهم لكم تشوفوهم في البركه كي دايرين. مع الاسف هذاك الزريعه اللي درتها كلشي هي درتها في هذا الكوب، وراه هذاك الكوب الاخر اللي صوت ولكن ما طلعتش. الخطا اللي درت طبعا راه هو درتها قبل الوقت، كنظن حيت عييت ما نقلب باش نعرف زعما شنو الوقت اللي كينبتوها فيه، ما لقيتش. يعني لقيت اسيويين اللي كيديروها بزاف وكيديروا فيديوهات صامته، ما او اللي كيكتبوا باللغه ديالهم ما عرفتهاش. المهم ما جربت شي حبات، دابا غادي نتسنى حتى يسخن الحال، عاد غادي نديرها. ربما تكون هي كتبغي السخونيه وما كتبغيش البرد، هذاك الشيء علاش درت مع لقيت الصفحه ما طلعتش نهائيا. إيوا معليش، المهم هذه تجربة باش نعرف. وبالنسبة للفيديوهات العربية ما لقيتش، يعني ديك اللحظة فاش كنت كنقلب باش نصاوبها، يعني باش نديرها في نبتها، ما لقيتش. ما عليناش، المهم أنا غادي نمشي دابا. تبروري ها؟ ها؟
اجي تربوبي اجي تبروني برا شفت كثير كثير مشوره ريما مسكينة عيات جات من القراية وقالت لي ماما عييت بغيت الناس ونعسات كنشوفو لوني ناعس حداها والله الا واحد المنظر رائع ما شاء الله الله يحفظهم صافي وحنا غادي نبداو نخدمو طبعا كيما شفتو راه صوبنا هذيك الجهة دابا عاوتاني راه حنا كنخدمو في السقف اخيرا ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا لان هادشي راه كيمشي على ايام انا عارفه راه كنغبر عليكم اولا كنحط لكم فيديوهات ما راكمش مهتمين بيوم منهم الاعمال اليدويه وهادشي راه كيبان في المشاهدات يعني فاش كتشوفوا الاعمال اليدويه انا عارفه ما كيعجبكمش داكشي باش غادي نحاول ان شاء الله نمشي نخدم عليهم في القناه الثانيه اما الاولى رانا عارفكم ما باغيناهمش ما عليناش المهم كما كتشوفوا راه تي راه كيختصوا الوقت وسليمان ما كاينش يوميا راه كاين النهارات اللي كيكون فيهم في العشيه كاين اللي ما تيكونش فيهم المهم كما كتشوفوا احنا وصلنا هذه المرحله هذه صافي بقى لنا ان شاء الله غادي نبداو نركبو وصلنا شويه جهه هذا البلاصه ديال الفرن هي اللي شويه فيها تعكال ضروري خاصنا نبداو نقطعو الاجزاء المهم هنا كما كتشوف سليمان راه كيحاول يقطع من داك الخشب اللي عندنا قديم باش يركب دوك الخشبات اللي غادي نركبو فيهم الفينيسيون ديال السقف لان باقيين شي بلايص خاصنا باش نلصقو فيهم الخشبات لما يقادهم لان داكشي هو اللي كيقاد هو الاول عاد كنشد معاه كنمشي نفلتري الماء لان مؤخرا فاش يعني الحمد لله طاحت الشتاء في مناطق كثيره الماء تخلوض وكاين شويه فيها الغيس مازال ان شاء الله غادي نشريو لي فلتر غير مازال ما كتبش راكم عارفين كلشي خاصو المصاريف كما كتشوفوا راه كيكون موسخ الماء وفيه الكالكير بزاف داكشي علاش كان فلتريو الماء اللي كنشربوه ضروري الفلتر راه قرب توصل بقيتو باش يتبدل المهم غادي نبدلو ان شاء الله ضروري هاد القضيه مساله مهمه بعدا مؤقتا على ما نشريو لي فلتر الكبار ان شاء الله وغادي نديرهم في الكراج صافي المهم هو ركبهم بقى لنا غير نركبوا الخيط ديال الضو لان ما بغيتش نسونطريه ما بغيتش نديرو في الوسط ديال الغرفه كاملها غادي نديروه ان شاء الله كيجي تقريبا فوق من الطبله يعني ديال لا سالامونجي ماشي لا سالامونجي حتى هي راه كيديروها كيديروا فوق منا البوله لما مازال ما وصلناش ديك المرحله دابا غير ديال ديك الطابل باس ديال الصالون كيجي فوق منها لوستر وطبعا غادي نصوب واحد لوستر ان شاء الله بطريقه زوينه كنتمنى انها تصدق كما راني متخيلها وغادي نحطها لكم في القناه الثانيه كنظن الله اعلم اولا نقدر ندخلها في فيديو حتى هنايا باش ربما كاين اللي يبغاها يشوفها لان القناه الثانيه ما كنهضرش فيها وما كنشرحش فيها يعني كنكتب فيها بعناوين اجنبيه ما عليناش المهم اللي بغى يشوفهم تما يشوف الاعمال اليدويه لان مازال غادي نخدم بزاف عندي بزاف ديال الاشياء اللي غادي نصاوب ان شاء الله غير الوقت مازال ما كاينش صافي المهم الخيط غادي ندوزوه وغادي نكملوا الطريقه ديال الخشب كما قلت لكم راه كان مع ديجا هاد الخشب هذا درنا له حاشيه وحده كتدخل في وحده وكنخلي واحد الفجيوه كما كتشوفوا بالنسبه للون حاولت ما امكن نخرج البيج ولكن كما قلت لكم الخشب جديد وديك الصفوريه اللي فيه مشعشعه كنحاول نطمسها شي شويه ولكن المهم الحمد لله ما بقاش داك الصفر المشعشع اللي ما كيعجبنيش القضيه جات زوينه شويه بعدا كوميم وغادي تجي مع اللون الحيط اللي غادي يكون ابيض ان شاء الله وصافي هادشي اللي كاين المهم راه مشينا بهاد المرحله هادي يعني بهاد الطريقه هادي حتى سالينا هاد المرحله ديال السقف لان السقف فيه بزاف خدا لنا وقت كتير 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 لان فيه تماره وفيه الترقاع قوه الترقاع باش عاد نحطو عليه الفينيسيون هذاك الشيء علاش راه لقينا بزاف ديال كيما قلت لكم الشكلي في العكلي اللي كيقولوا خصوصا هاد جهه التيو ديال الفرنو كيخصنا نقطعوه بشكل دائري وطبعا ما غاديش يجي بيان فيني مزيان ولكن غادي نحاولوا ما امكن
نقادو كما كتشوفو هنا، كناخدو العبار من القنت للقنت وكنجيب طبصيل وكنطراسيه بهذه الطريقه هذه باش يكون قريب بعدا غير لديك الدوره، ولكن الفينيسيون ديال جهه التيوره مازال غنصاوبو واحد الدائره اللي تقطع بوحدها دائره على قد الجعبه باش تدخل وتغطي داك الديفو. وهنايا في نهار اخر الحمد لله راه سالينا ديك الجهه ديال الجعبه وبقى لنا غادي نكملو هاد الجهه كامله ان شاء الله باش عاد ندوزو للجهه ديال الكوزينه، لان الخشبات ما جاوناش بداك الطول اللي بغينا، يعني تقريبا شي 3 متر و70. والمهم ماشي مشكل، داكشي غادي نلقاو له الحل باش غادي نكاشيوه ان شاء الله، لان الخدمه بالفيسات اصلا فيها مشكل، كيبقاو دوك الفيسات كيبانو ولا جيت ندير لهم لاباط وحده وحده راه بقينا تما، لان كما قلت لكم كلوز راه ما لقيناهاش الله غالب. ما كانت هي غادي تفيني لنا دغيا دغيا وغادي نسربيو، خصوصا ان لي كلو كيتداروا في يعني في الجنب ما كيتداروش في الوسط ديال الخشبه ما كيبانوش، ولكن هادشي اللي عطى الله ماشي مشكل. غادي نحاولوا ان شاء الله نغطيو هاد لي ديفو كاملين. ديال النيشان هنا شويه هكا معليش، باش خليتي ليه الشليون غادي نصوت غير الا درنا الخير. تكاد لوني كيبغيش بعد عاد يكون كيتمرمد، ما كيبغيش اللي يقيسو. تكاد 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 تمسالي كتلعب معاه. لا شد الحاله، شد 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 راه خطر هادشي، شد راه يقدر يضرو. نوض 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 كيبغيش نلقى شنو كنشوف. اش كاين ياك؟ شكون اللي تدخل سيرش؟ ضربت كيفاش واش لقيت لو كرجو؟ واش تي كيتخلبز؟ ها لا حيد يدك صافي يا ريح، شوف مالك.